خير يا فندم. مساء النور يا فندم، مساء النور على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الشاعه دي انتشرت جدا على اعتبار ان هو 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمه العقار حتى. فيعني كان حريص جدا مركز الإعلامي المجلس الوزراء لتجذيب هذه الإشاعة، لكن دي فرصة إن أنا أعرف من حضرتك على التصرفات العقارية، مين اللي بيدفعها؟ البائع، لزيادة التأكيد والتوضيح للمشاهد، البائع أم المشتري؟ وهل هي قيمة مقطوعة أو نسبة لقيمة العقد؟ طبعا زي ما حضرتك سمحي لي فرضه، زي ما حضرتك أشرتي إن هو 12 شائعة وطلع مجلس الوزراء نفى الشائعة، هي بالضبط زي ما أشار حديث حضرتك ليه. هو فعلا ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة بتفرض على تصرفات الشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي فقط هو الذي يتحمل قيمة الضريبة عندما يقوم ببيع قطعة أرض للبناء عليها أو التصرف في عقار أو جزء من العقار. نعم. وهناك استثناءات وردت في احكام هذا القانون. نعم. طيب نقول بقى قيمه الضريبه ايه وايه اصل الاشاعه؟ بنقول ان نسبه الضريبه هي 2.5% من قيمه البيع. البيع يعني انا لو ببيع شقه سكنيه شخص طبيعي ثمنها 100,000 جنيه، فالضريبه هتكون 100,000 في 2.5% يعني 2500 جنيه. نعم. لكن هناك قرار من معالي رئيس مجلس الوزراء تم عرضه على مجلس النواب واللجنة العامة بتحصيل ضريبة قطعية على التصرفات التي تمت قبل 19/5/2013. 2013؟ نعم. 2013 نعم. هتكون متقسمة لأربع شرائح. الشريحة الأولى إذا كان قيمة البيع أقل من 250,000 فهتكون الضريبة 1500 جنيه. تمام. وإذا كانت قيمة التصرف أقل من 500,000 جنيه هتكون الضريبة 2000 جنيه. تمام. وإذا كانت قيمة التصرف أكثر من 500,000 حتى مليون جنيه هتكون قيمة الضريبة 3000 جنيه. وإذا كانت قيمة التصرف أكتر من مليون جنيه هتكون قيمة الضريبة 4000 جنيه. لكن بالنسبة للتصرفات التي هتتم بعد 19/5/2013 هي ما زالت الضريبة قائمة طبقا لنص مواد القانون ب 2.5% من قيمة التصرف. نعم. ولكن ما حدث بعرضه زي ما أشرنا قبل كده على طريق تسجيل إن هو رأت الدولة إن هي تفرض ضريبة قطعية لترغيب الممولين في تسجيل عقاراتهم ومنشآتهم السابق شرائها قبل 19/5/2013. نعم. نعم. ومن هنا لكن هناك استثناءات. هناك استثناءات عند تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركة مساهمة فما فيش ضريبة عقارية، ما فيش ضريبة تصرفات. عند تصرف برضو الوارث فيما قال إليه من مورثه قبل 25/7/2018 هيكون معفي. 18 ولا 13؟ لا 18. 18 الوارث فيما قال إليه من مورثه. أيوه. دي برضو التصرفات دي معفية. أيوه. برضو حالة نزع الملكية للمنفعة العامة أو للحكومة برضو التصرف ده مش خاضع للضريبة. نعم. برضو التصرف بالهبة للأصول والفروع دي برضو غير خاضع للضريبة. نعم. دي الاستثناءات. دي الاستثناءات فقط. أو الاستثناءات من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية. طيب. لكن هي ضريبة زي ما قلنا سعادتك، هي ضريبة بتفرض على الشخص الطبيعي. أي. والمشرع حددها بمكانين. أي. قال إن التصرفات اللي قبل 19/5/2013 هيبقى مبلغ قطعي يفرض على أساس قيمة التصرف. وبعد والتصرفات التي تمت بعد 19/5 اللي هو صدور القانون 11 لسنة 2013 هتكون الضريبة هي بواقع 2.5% من قيمة التصرف. هل في إقبال من المواطن على تسجيل العقار أستاذ رجب؟ نعم هناك إقبال طبعا بعد تخفيض هذه الضريبة، وإن أنا النهاردة ما بقتش بقت الضريبة بتفرض على البائع وليس على المشتري. وجه القانون 5 لسنة 2021
ألغى المسؤولية التضامنية بين البيع والمشتري، إن المشتري كان ممكن يتضامن في سداد الضريبة ويتم الرجوع إلى البائع. ده القانون 5 سنة 2021 لغى هذه المسؤولية التضامنية. أيضا لما جه القانون 5 سنة 21 كان بيقول بيمنع على كافة أجهزة الدولة تقديم الخدمات سواء كانت مياه أو كهرباء أو تليفونات أو أي أو صرف صحي. لا يتم تقديم الخدمة إلا بعد سديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية. لما جه القانون 5 ترغيبا من الدولة في الخدمات للمواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدولة، تم إلغاء هذا الشرط. تمام تمام، لكن في إقبال زي ما حضرتك قلت. نعم هناك إقبال طبعا بتخفيض الضريبة وتخفيض وتعديل القانون الخاص بالشهر العقاري. شكرك فندم أستاذ محروس، أستاذ رجب محروس، بشكرك شكرا جزيلا. النهارده